الو، ايوه اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير عليكم، مساء الخير على ضيفك الكريم، ومساء الخير على مصر كلها. سياده المستشار، يعني احنا عندنا تحدثنا كثيرا وحاولت الحكومات تلو الاخرى ان هي ترشد شويه فكره اليوفط اللي ملهاش اخر، اللي تكاد تكون الواحد وهو سايق في المناطق الحيويه بالذات وسط البلد وكده مش مركز في الطريق من كتر ما هو عمال يبص على الزبادي وعلى العربيات وعلى الحاجات رعاة فرق الكورة، واللي أنا بقوله ده كله موجود على كوبري أكتوبر في مناطق ضيقة. فهل يعني هل من قانون يرشد وجود هذه اللافتات بهذه الكثافة الزائدة؟ سيادة المستشار حضرتك رحت فين؟ احنا ما زلنا بنشوف الفيديو والخط قطع مع سيادة المستشار. احنا بنحاول نجيب سيادة المستشار تالت وادينا بنتفرج مع بعض. اه بصوا بقى لما دخل في وسط العاصفة، طبعا بصوا ده ناس عارفة هي بتعمل ايه. شايفين العربية اللي قدام مشغلة الستوبر اللي هو اللي بينور لمض الاشارات كلها طول الوقت بتطفي وتولع عشان يقول ان هنا في عربية، لانه بسبب الرملة والتراب محدش شاف حد. وممكن حضرتك تبقى شايف عربية على بعد ومتخيل انها ماشية على سرعتك وتكتشف انها واقفة، ودي بالذات عملت كوارث قبل كده يعني مع ناس كتير، او تكتشف انها ماشية ببطء شديد وانت ماشي بسرعة. العاصفة يعني كانت صعبة، بس أعقبها الحقيقة أعقبها هدوء سريع، ورغم أن قبلها كان في مطرة في القاهرة، لكن بعد العاصفة الدنيا هديت ونسمة الهواء لطفت وما بقاش في هواء جامد في معظم أحياء القاهرة. يعني أنا بقول على اللي أنا شفته يعني.